يسعد مساكم يا تاسع، ويعطيكم العافية يا رب. الحصة الماضية نحن تحدثنا عن المحاليل، حكينا إنها بتتكون عندنا المحاليل من مادتين متجانستان، الأولى تسمى مذاب والثانية تسمى مذيب، وحكينا إنه حالة المحلول بتتحدد عندنا حسب الحالة الفيزيائية للمذيب. شرحنا الحصة الماضية عن أول طريقة للتعبير عن كمية المذاب والمذيب في محلول ما، اللي هي تركيز المحلول. اليوم رح نحكي عن الطريقة الثانية للتعبير عن العلاقة بين كمية المذاب وكمية المذيب في المحلول، اللي هي بنحكي عنها الذائبية. شو يعني كلمة ذائبية؟ لما نحكي احنا ذائبية، احنا هون بنحكي عن أكبر كمية من المذاب يمكن إذابتها في 100 جرام من المذيب عند درجة حرارة معينة. يعني قديش أنا أكبر كمية عندي بقدر أذوبها في 100 جرام من المذيب عند درجة حرارة معينة، أنا هون بحكي عن شو؟ عن الذائبية. طيب، مر علينا يمكن مصطلح من قبل مذكور عندكم في درسكم لليوم، اللي هو عند المحلول المشبع. شو يعني محلول المشبع؟ كيف أنا بقدر أحكي عن هذا المحلول، هل هو محلول مشبع أو غير مشبع؟ لو أنا فرضا جبت كاسة مي وجبت صحن سكر، دوبت أول ملعقة في السكر وحركتها لعبين مذابت، رجعت جبت كمان ملعقة دوبتها عبين مذابت، جبت الثالثة الرابعة، بجوز أوصل عند الرابعة الخامسة أحس إنه بطل السكر عندي كلياته يذوب في الماء. ليش بطل يذوب في الماء؟ طب ما هو نفس السكر ما تغير، هون الماء ما تغير، بس المحلول أنا صار عندي مشبع، يعني المذيب بيقدر يذوب كمية معينة من المذاب لعند عند حد معين، بعد هذا الحد ما بيقدر يذوب أنا عندي من المادة المذابة. هلأ هون أنا بحكي المحلول صار مشبع، يعني خلص صار مكتفي بكمية المذاب الموجودة في المذيب، يعني ما بيقدر المذيب يستوعب كمان كمية مذاب أكتر من هيك، فبحكي عنه محلول مشبع. فالمحلول المشبع هو المحلول الذي لا يمكنه استيعاب أي كمية إضافية للملح عند تلك الحرارة. يعني أنا جبت كاسة وحطيت فيها ملح، ضليت أحط معلقة عبين ما وصلت لمرحلة الملح بطل يذوب، أنا هون بحكي هذا المحلول صار محلول مشبع، يعني لا يمكنه استيعاب أي كمية إضافية للملح عند هاي الحرارة. ليش عند تلك الحرارة؟ ليش كلمة عند تلك الحرارة حطوها؟ لأنه ممكن أنا أجي أمسك هذا المحلول وأسخنه وأرفع درجة حرارته، هون إيش رح يبلش عندي يذوب الملح، فيصير عنده قابلية للاستيعاب أكتر. فإحنا لما نيجي نحكي عن محلول مشبع لازم نربطه في درجة الحرارة، لأنه تغير درجة الحرارة ممكن تخلي هذا المحلول يقدر يستوعب كمية إضافية لهذا الملح. لما نيجي نحكي ذائبية، عنا بتختلف ذائبية المواد من مواد لمواد، يعني بتختلف ذائبية من مادة لمادة، يعني ذائبية المواد الصلبة في الماء بتختلف عن ذائبية الغازات في الماء. وكل ذائبية لمادة معينة في إلها بيكون عوامل بتعتمد عليها. نيجي على أول إشي على ذائبية المواد الصلبة في الماء. ذائبية المواد الصلبة عندنا في الماء بتعتمد على عاملين، العامل الأول هو درجة الحرارة والعامل الثاني هو نوع المادة. كيف يعني؟ ذائبية مواد صلبة في الماء مثل الملح في الماء، مثل السكر في الماء. ذائبية السكر في الماء بتختلف عندي باختلاف درجة الحرارة، والدليل إني أنا لو رفعت درجة الحرارة، يعني جبت أنا هذا المحلول الماء اللي حطيت فيه سكر وحطيته على النار وسخنته، رح تلاحظ إنه ذائبيته بتكون أسرع. فيعني لو أنا جبت عندي محلولان، حطيت في الأول 10 ملي مي والثاني 10 بالعشرة، حطيت 50 ملي مي والثاني 50 ملي مي نفس كمية المي، حطيت ملعقتين أو 3 ملاعق سكر والثاني ملعقتين أو 3 ملاعق سكر، يعني أنا جبت المحلولين فيهم نفس كمية المذاب ونفس كمية المذيب، بس واحد خليته مثل ما هو ما رفع درجة حرارته والثاني حطيته على النار، مين رح يذوب أسرع؟ اللي رح يذوب أسرع اللي أنا عرضته لدرجات حرارة عالية، فمعناته درجة الحرارة عندنا بتفرق، كل ما زادت درجة الحرارة كل ما زادت ذائبية المادة. تاني إشي نوع المادة، في عنا مواد بتكون سهل إنها تذوب في الماء، في عنا مواد بتحتاج إلى وقت لحتى تذوب في الماء، فمعناته بتتغير ذائبية المواد الصلبة في الماء، بتغير درجة الحرارة وبتغير نوع المادة. طيب شو حكينا العلاقة بين درجة الحرارة وذائبية المواد الصلبة في الماء؟ رح تكون عنا علاقة طردية،
كل ما زادت درجة الحرارة زادت عنا الذائبية. نيجي على ذائبية الغازات في الماء، الغازات برضو بتذوب في الماء، والدليل انه الاسماك كيف بتعيش في الماء، من وين بتحصل على الاكسجين اللي لازمها، او مثلا عندنا النباتات اللي بتكون موجودة في الماء، من وين بتحصل عندنا برضو على ثاني اكسيد الكربون، عن طريق ايش، خاصية إذابة الغازات في الماء. لو الغازات عندنا ما بتذوب في الماء كان ما حصلت عليها. طيب الكائنات الحية اللي بتكون في الماء مثل الأسماك كيف تحصل على الأكسجين، والنباتات اللي بتكون موجودة في الماء كيف تحصل على ثاني أكسيد الكربون اللي لازم لها؟ طب احنا فهمنا ان الغازات بتذوب في الماء، بس كيف تحصل عليها؟ هلا الماء بيذوب الكثير من الغازات اللي بتكون موجودة في الهواء الجوي الملامس لسطح الماء، يعني مثلا البحر، الهواء الجوي اللي بيكون ملامس لسطح البحر بيجي هاي الماء بيذوب هاي الغازات اللي بتكون موجودة في الجو، فبتصير عندنا مثلا زي الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون ذائب عندنا في الماء. إذا نتيجة ملامسة الهواء لسطح الماء بذوب الماء الكثير من الغازات الموجودة في الهواء مثل الأكسجين مثل النيتروجين وثاني أكسيد الكربون. طب لو إجينا على العوامل اللي بتأثر في ذائبية الغازات، رح نلاقي في عنا عدة عوامل تختلف في العلاقة تاعتها عن المواد الصلبة في الماء. أول عامل من العوامل اللي بتأثر في ذائبية الغازات في الماء اللي هي درجة الحرارة، تاني عامل اللي هو الضغط، ثالث عامل اللي هو طبيعة الغاز. نيجي على درجة الحرارة، درجة الحرارة العلاقة بينها وبين ذائبية الغازات في الماء عكسية، مش زي لما كانت في الحالة الصلبة. في الحالة الصلبة كانت العلاقة طردية، كل ما زادت درجة الحرارة زادت ذائبية المواد الصلبة في الماء، لكن في حالة الغازات مع الماء العلاقة بتكون عكسية، إذا زدنا درجة الحرارة بتقل ذائبية الغازات، والدليل إنه لما تيجي أنت تسخن الماء على النار بصير يطلع منه فقاعات، هاي الفقاعات اللي هي بتتصاعد الغازات من الماء، يعني بدل ما تذوب لا بتصير تتصاعد من الماء، بتبطل ذايبة في الماء فبتطلع على شكل فقاعات. فكل ما زادت درجة الحرارة كل ما قلت الذائبية، كل ما قلت الذائبية للغازات. العامل الثاني عندنا اللي هو الضغط، الضغط العلاقة بينه وبين ذائبية الغازات الماء علاقة طردية، تزداد الذائبية للغازات الماء بزيادة الضغط، كل ما كان عندنا الضغط مضغوط المحلول أكثر كل ما كان إيش عندنا الغازات بتذوب في الماء أو في المحلول بشكل أكثر. ثالث إشي طبيعة الغاز، الذائبية بتختلف للغاز باختلاف نوع الغاز وتركيبته الكيميائية. طيب نفسر ليش بنلاحظ لما نفتح علبة المشروب الغازي لفترة طويلة بتغير طعمها، تلاحظوا البيبسي والمشروبات الغازية إذا بتفتحها وبتتركها وتيجي بعد فترة تشربها بتلاحظ إنه طعمها تغير. السبب لأنه فتح العلبة فترة طويلة يا مس بيؤدي لانخفاض الضغط. هلا طول ما العلبة مسكرة في ضغط على ايش، الغازات الموجودة في البيبسي، فبضل عندنا احنا اشمال الغازات دائبة في البيبسي، لكن لما انت مثلا تروح تفتح علبة البيبسي وتتركها فترة بقل الضغط الموجود فوق سطح المشروب، ولما يقل الضغط بتقل ذائبة الغازات، فالغازات اللي بتصير دائبة عندنا في البيبسي أقل، أو في المشروبات الغازية بتكون عندنا أقل. طيب ليش لما نسخن الماء بنلاحظ انه بيخرج منه فقاعات؟ السبب انه برضه عندنا لما نرفع درجة الحرارة العلاقة بين درجة الحرارة والذائبية علاقة عكسية، لما تزيد درجة الحرارة تنخفض الذائبية للغازات الموجودة في الماء، فبتصير عندنا تتصاعد الغازات على شكل فقاعات. وهيك بنكون خلصنا درسنا لهذا اليوم يا تاسع، الحصة الجاية ان شاء الله رح نتحدث عن استخلاص الأملاح من المحاليل المائية. يعطيكم العافية.